مشاهدينا مستمرين معاكم في فقرات صباح الشارقة، وكما يقال بأن الوقاية خير من العلاج، وكذلك الحال مع السرطان، حيث تساهم الوقاية من السرطان في تقليل فرص الإصابة به، ويمكن الوقاية منه كذلك مشاهدينا عن طريق معرفة عوامل الخطر المرتبطة بالجينات أو في أنماط الحياة أو حتى في البيئة المحيطة والإلمام بآلية التعامل معها. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب معكم بالدكتور حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام والسرطان ورئيس جمعية الإمارات للأورام، وكذلك أستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة الشارقة. يا هلا ويا مرحبا بك دكتور، يسعد صباحك. السلام عليكم وصباح الخير وشكرا على الاستضافة. وعليكم السلام والرحمة، يعطيك الصحة والعافية وحياك الله. في البداية دكتور حميد، نتكلم عن ماهية السرطان وكيف يحدث بعد. نعم، طبعا ماهية السرطان في البداية لازم نوضح أن الجسم الطبيعي هناك خلايا طبيعية تتكاثر بشكل يومي، ملايين الانقسامات تحدث في الجسم بشكل يومي، وهذا شيء طبيعي. يقوم الجسم في خلال هذه الانقسامات بالتأكد أن هذه الخلايا يتم انقسامها بطريقة صحيحة ومناسبة. إذا صار أي خطأ في هذه الانقسامات يقوم الجسم بمراجعة هذه الأخطاء، وإذا لم يستطع التعديل هذه الأخطاء يقوم بالتخلص من هذه الخلايا. فرضا أحد الخلايا صار فيها خطأ ولم يستطع الجسم التعامل مع هذه الخلية، بعض الأحيان هذه الخلايا تصبح يعني تتكاثر بشكل كبير في الجسم وتؤدي إلى خلايا سرطانية تنتشر في أنحاء منتشرة في الجسم، وأيضا تقوم بإفراز مواد كيماوية في الجسم تؤدي إلى الضعف والإرهاق وأيضا أعراض أخرى متحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل، وأيضا تؤدي إلى تغيير موارد الجسم الغذائية من الخلايا الطبيعية إلى الخلايا السرطانية وتقوم بالانتشار في الجسم. نعم دكتور أحمد، النقطة اللي ذكرتها تأخذنا إلى نقطة أخرى، كثير من الأشخاص يمكن يتساءلون شو أسباب الإصابة بالسرطان. نعم طبعا أسباب الإصابة بالسرطان أسباب كثيرة، منها أسباب معلومة ومنها أسباب غير معلومة. الأسباب المعلومة هي طبعا أسباب كثيرة، نذكرها باختصار شديد. نعم. التدخين يسبب أنواع كثيرة من السرطان، منها سرطان الرئة وهو معروف بشدة، وأيضا سرطان المثانة. أيضا هناك سبب آخر أيضا أهم من التدخين وهو السمنة. السمنة تؤدي إلى 13 نوع من أنواع السرطان، على سبيل المثال سرطان الثدي، سرطان المعدة، وسرطان القولون أيضا، وهي صراحة أحد الأسباب الرئيسية حاليا لأسباب كثيرة من السرطان في مجتمعنا. أسباب أخرى أيضا لا يستطيع الإنسان التحكم بها هي الجينات. إحنا جميعنا نورث جينات من أبائنا وأمهاتنا، بعض هذه الجينات تكون معطوبة وأيضا تؤدي إلى زيادة في خطورة إصابة بالسرطان. على سبيل المثال أنواع محددة من الجينات تؤدي إلى إصابة بسرطان الثدي، وهو جدا مهم أيضا معرفة التاريخ المرضي في المرضى الذي يأتون لرؤيتنا. يعني ممكن تكون أسباب وراثية أو من نمط الحياة اللي يتبعه الشخص، صحيح؟ نعم. شو بالنسبة للأعراض؟ نعم. أعتقد أن الأعراض تختلف على حسب نوع السرطان نفسه، صحيح؟ نعم. دكتور؟ صحيح، نعم، في أعراض عامة وفي أعراض خاصة. نعم. لو تكلم عن الأعراض العامة تقريبا يتشابه فيها معظم أنواع السرطانات، هي التعب، الإرهاق، فقدان الشهية، وأيضا نزول الوزن. أعراض خاصة لأنواع سرطان، لا قدر الله شخص في سرطان في المخ يؤدي إلى صداع مستمر وأيضا إلى ترجيع، سرطان في المعدة يؤدي إلى عسر في الهضم وألام في المعدة، سرطان في القولون يؤدي إلى نزيف، وسرطان في الثدي مثلا يؤدي آلام وانتفاخ في منطقة الثدي. نعم، بنتكلم شوي دكتور على مستوى الدولة، على نعم. مستوى دولة الإمارات، شو أكثر أنواع السرطان شيوعا؟ نعم. هنا في هذا المجتمع طبعا في دولة الإمارات أكثر الأنواع شيوعا هو سرطان الثدي، هناك تقريبا حوالي 750 حالة سنويا تسجل على مستوى الإمارات بين المواطنين وبين المقيمين. النوع الثاني هو سرطان الغدة الدرقية، وهناك صراحة زيادة في عدد حالات الغدة الدرقية وخاصة بعد حرب الخليج الثانية بأسباب غير معروفة، ممكن هناك صار في تلوث في الجو أو شيء من هذا القبيل. الأرقام الغدة الدرقية نحن أكبر من المستويات العالمية، وهذا شيء نحن حاليا قاعدين نحاول ندرس هذا الموضوع. الأسباب الأخرى أيضا أو الأنواع المنتشرة، سرطان القولون أو المستقيم جدا منتشر بشكل كبير في دولة الإمارات. نعم، ذكرنا قبل شوي وسلطنا الضوء على الأسباب، أحد نعم. أسباب الإصابة بالسرطان هو نمط الحياة اللي احنا نتبعه، ربما تكون التغذية، النشاط البدني، وفي نفس الوقت احنا نتكلم عن طرق الوقاية. نعم.
كيف ممكن نحن نتفادى الإصابة بالسرطان من خلال اتباع نمط حياة صحي بصحة التعبير؟ طبعا أذكر أن مثل ما ذكرنا موضوع السمنة جدا لا علاقة بالسرطان. السمنة طبعا تأتي كأحد الأسباب إلى قلة الحركة، قلة ممارسة الرياضة، التغذية غير صحيحة، استهلاك كميات عالية من الدهون وأيضا اللحوم. اللحوم جدا أحد الأسباب المؤدية الرئيسية إلى سرطان القولون في دولة الإمارات مثل ما ذكرنا قبل شوية. طبعا المحافظة على الوزن المثالي وهو كتلة الجسم المثالية أقل من 30 حوالي 25 إلى 26 هي أفضل الطرق لتفادي الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان. طبعا بعض الناس يقول لك والله إحنا نحافظ على هذه الأشياء ونعرف ناس حافظوا على هذه الأمور في النهاية إياهم سرطان. طبعا الواحد يتخذ الأسباب اللي يقدر يتحكم فيها مثل ما ذكرنا أسباب يقدر يتحكم فيها، وهي المحافظة على الوزن، على التغذية الصحيحة، تقليل الدهون، تقليل اللحوم، ومحافظة على كتلة جسم صحيحة. أحب أسلط الضوء بعد دكتور حميد على الأمراض المزمنة في أشخاص يعانون على سبيل المثال من ارتفاع في ضغط الدم، أمراض السكري، هل هذه الأمراض لها علاقة بالسرطان ولا لا؟ الدراسات الحالية تشير صراحة إلى عدم وجود علاقة بين هذه الأمراض المزمنة وسرطان، ولكن في دراسات أخرى تعتبر جميلة أن الأدوية التي تؤخذ لمرض الضغط، بعض أمراض الضغط وأيضا بعض أمراض السكري، أنواع الأدوية تقلل من نسبة سرطان في بعض الأنواع. بالنسبة لأشعة الشمس وخاصة في فصل الصيف، هل أشعة الشمس ممكن أن تؤثر على خلايا الجلد وتسبب السرطان بعد؟ تعرض الجسم لفترات بسيطة لأشعة الشمس هو شيء صحي وجدا مهم حتى يعني لزيادة فيتامين د في الجسم، ولكن التعرض المستمر لفترات زمنية طويلة يؤدي إلى حدوث عطب وخلل في الخلايا، والتعرض لفترات طويلة يؤدي إلى سرطانات مستقبلية. أنا برد أتكلم عن سرطان الثدي في دولة الإمارات، قمت بنشر دراسة عن هذا الموضوع، أكلمنا شوي عن هذا الجانب. طبعا إحنا كمجموعة باحثين في دولة الإمارات متخصصين في بحث في أنواع السرطان المختلفة وخاصة سرطان الثدي. سرطان الثدي مثل ما ذكرت عندنا اهتمام خاص فيه لأنه أحد أكثر السرطانات انتشارا في دولة الإمارات. قمنا بتحليل البيانات الطبية لجميع المرضى تم تشخيصهم سنة 2015، واكتشفنا أن تقريبا من كل 5 حالات حالتين يتم تشخيصها تحت سن 40. احنا نعرف أن الفحص المبكر يبدأ في سن 40، ولكن هناك نسبة كبيرة من المرضى يتم تشخيصهم في مراحل عمرية مبكرة. فإحنا دائما نؤكد على موضوع أن إذا كانت هناك أعراض خاصة في نساء الصغيرات السن لا يعتقدون أن هذا أمر طبيعي، دائما يجب الحصول على استشارة طبية. قبل الفقرة كنا نتكلم أنا وأنت دكتور أحمد عن طرق العلاج، وقلت لي أن العلاج يعتمد على متى نحن كأطباء ومختصين نكتشف هذا المرض وفي أي مرحلة ممكن أن يكون السرطان. صحيح. نتكلم عن أهمية الفحص الدوري والكشف المبكر. طبعا أنت مثل ما ذكرتي في المقدمة الجميلة هي الوقاية خير من العلاج. وصراحة يعني دائما في لقاءاتنا المتجددة معاكم وأماكن أخرى دائما نؤكد على الوقاية. الوقاية جدا مهمة. بعطيك مثال جدا بسيط، إنسان في عمر 45 ما في أي أعراض، ذهب وقام بعملية التقييم لسرطان القولون وعمل منظار. المنظار اكتشف في لحمية بسيطة، تم استئصال اللحمية هذه اللحمية ممكن يكون فيها خلايا سرطانية. أنت استأصلت هذه اللحمية، خطر السرطان زال تماماً. أنت وفرت على هذا الإنسان المشقة أن يتشخص في مراحل متقدمة، أن يتعرض لعمليات، يتعرض إلى علاج كيماوي. فهذا مثال جداً بسيط أن الوقاية جداً مهمة والمتابعة المستمرة. وبذكر أيضاً موضوع الماموغرام أو الفحص الدوري للثدي. صراحة للأسف هناك يعني في عدم تقبل في كثير من الناس وعامة الناس لهذا الموضوع، يعني في أمور كثيرة، ولكن خلاصة نسبة المرضى أو الناس اللي يسوون هذا الفحص في دولة الإمارات جدا قليلة. فنحن نشجع الناس دائما في سن 40 أو حتى لو كان في أعراض مبكرة أيضا قبل هذا يتوجهون يعملون هذا الفحص المبكر بشكل دوري مستمر
مرة في السنة فقط. نعم، شو بالنسبة للتطعيمات؟ هل هناك تطعيمات معينة للوقاية من السرطان؟ هي نعم، طبعاً احنا ما ذكرنا أحد أسباب السرطانات هي الفيروسات. الفيروسات ممكن تؤدي إلى أنواع مختلفة من السرطانات. سرطان الكبد باء ممكن يؤدي فيروس الكبد باء ممكن يؤدي إلى سرطان الكبد في المستقبل. هناك تلقيحات معتمدة في دولة الإمارات تعطل جميع المواليد في دولة الإمارات، تمنع حدوث هذا السرطان المستقبل. هناك أيضا الفيروس الحليمي الذي يؤدي إلى سرطانات مختلفة، منها سرطان عنق الرحم وأيضا سرطانات منطقة الفك والوجه. هذه أيضا تؤدي إلى تقليل خطورة السرطان في المستقبل، وحن ننصح الأهالي بتطعيم أبنائهم في مراحل دراسية مبكرة لتفادي هذه الأمراض مستقبليا. نعم، أتكلم عن طرق العلاج. أعتقد التكنولوجيا ونحن في عالم متسارع والطب في تطور مستمر بشكل كبير بالنسبة لطرق علاج السرطان، شو هي أبرز هذه الطرق؟ طبعاً أبرز طرق علاج السرطان حالياً هو العلاج المناعي، اللي هو أنك تحفز جسم الإنسان المناعي يهاجم خلايا سرطانية ويتخلص منها. طبعاً هذه العلاجات جداً فعالة وتعتبر يعني آخر صيحات العلاج المتوفرة حول العالم. وأيضاً هناك أجهزة معينة لعلاج السرطان، منها جهاز السايبر نايف الذي يستخدم لعلاج الإشعاعي موجه لمناطق محددة في الجسم مع تقليل آثار جانبية. فهناك في تطور كبير والحمد لله هذه الأشياء كلها موجودة دولة الإمارات حالياً. الحمد لله. نتكلم عن الوضع الراهن نحن نعيشه. قمت بالعديد من الدراسات فيما يخص فيروس كورونا المستجد وكذلك مرض السرطان، وأعتقد سلطت الضوء على نقاط مهمة وضرورية لمريض السرطان كيف ممكن يتعامل مع هذا الوضع في هذه الفترة بالتحديد. نعم، الحمد لله وبدعم من مؤسسات في داخل الدولة، جامعة الشارجة وأيضا مؤسسة خليفة الأعمال الإنسانية، قمنا بنشر عدة أبحاث على مستوى عالمي. هذه الأبحاث تضمنت توصيات خاصة لطرق التعامل مع مرضى السرطان في أثناء هذه الجائحة. من التوصيات هي تغيير بعض البروتوكولات لتقليل الذهاب إلى المستشفى بشكل مستمر، بدل من المريض يجيك كل 3 أسابيع ممكن تجيك كل 6 أسابيع، مع عدم تقليل كفاءة العلاج. أيضا توصيل الدواء للمنازل للمرضى، تقليل فرص انتقال المرض للكوفيد 19 للمرضى أثناء الجلسات العلاجية بالفصل تماما بين المرضى. وأيضا نقطة أخيرة هو عمل الكوفيد 19 تيستنج قبل كل عملية علاج كيماوي أو مناعي. هذه الأمور كلها تم اعتمادها في مؤسسات الدولة الحمد لله، وأدت إلى تقليل خطورة انتقال كوفيد 19 إلى مرضى السرطان. نعم، بالنسبة للتحديات، هل هناك تحديات تواجه الأطباء والاستشاريين والمختصين في هذا المجال بالتحديد عند التعامل مع مرض السرطان بحد ذاته؟ نعم، طبعا مرض السرطان يعتبر أكبر التحديات العلمية حاليا تواجه الطب البشري على مستوى العالم. الواقع هو أن المرضى في مراحل متقدمة في صعوبة بعض الأحيان على السيطرة على الورم في مراحل متقدمة، ولكن المراحل المبكرة الحمد لله نسبة الشفاء جدا عالية توصل 90-95%، ولكن المراحل المتقدمة تتطلب جهود أكثر لمحاولة شفاء المرضى. طبعا احنا نتعامل مع مرضى السرطان كمرض مزمن كمرض السكري والضغط، نحاول نتعامل معهم ونحاول أن المريض يعيش حياة طبيعية لفترة زمنية طويلة بإذن الله. وشو ما بعد السرطان وبعد العلاج دكتور؟ نعم، طبعا هذا سؤال جدا جميل. مرضى السرطان يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة أثناء العلاج وفترة التعافي. هذا إحنا نسميهم متعافين من السرطان، يحتاجون إلى العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان. يحتاجون أنهم يرجعون إلى حياتهم الاجتماعية، حياتهم العملية، ويمارسون حياتهم قدر المستطاع بطريقة طبيعية. طبعا أحد إشكاليات تواجه المرضى أن سؤال الناس اللي يدورون فيهم طول الوقت عن وضعك الصحي، على الجلسات اللي باقية لك. فنحن نطلب من الناس المحيطين بمرضى السرطان أن يحاولون يساعدونهم بتخفيف الأسئلة المستمرة بخصوص هذا الموضوع ودعمهم نفسيا قدر المستطاع، لأنهم يأثرون إما بشكل سلبي أو بشكل إيجابي. هي النية الموجودة يعني صحيحة أو إيجابية، ولكن بعض الأحيان مرضانا يعني يكونون شوي حساسين في هالموضوع، فالدعم النفسي غير المباشر هو أفضل حل للمرضى. الحمد لله. وقبل ما نختم الفقرة معك، مستقبل علم الأورام، كيف تشوف مستقبل علم الأورام؟ مستقبل علم الأورام هو مستقبل وحاضر نفس الوقت. الدراسات البحثية على قدم
وساق لإيجاد حل أو إيجاد علاج ناجع بإذن الله. الدراسات مستمرة، الأمل موجود بإذن الله، وفي يوم من الأيام بإذن الله بيكون هناك علاج وننسى موضوع شيء اسمه سرطان يسبب وفيات بإذن الله. نصيحة أخيرة توجهها لكل من يتابعنا ولمرضى السرطان بشكل خاص. نصيحة لجميع الناس، الوقاية خير من العلاج. نصيحة لمرضى السرطان، عدم الاستماع لجميع النصائح التي تأتيكم من جميع الأشخاص، من الواتساب، من الفيسبوك، الالتزام بنصائح الطبيب المتخصص فقط. نعم، يعطيك الصحة والعافية دكتور أحمد. نحن شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة، وحياك الله. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. يعطيك الصحة والعافية.